السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم أعزائنا طلبة الصف الرابع الإعدادي في درس جديد نقدمه لكم من فضائية العراق التربوية والدرس ودرسنا هو في اللغة العربية موضوعنا اليوم هو في قواعد اللغة العربية والموضوع هو بناء الفعل المضارع علمت عزيزي الطالب من خلال دراستك السابقة أن الفعل المضارع هو الفعل الوحيد الذي يكون مؤرباً وحينما يكون مؤرباً يكون مرفوعا ومنصوبا ومجزوما تناولنا كل تفاصيل هذا الاعراب في الدروس السابقه موضوعنا اليوم هو بناء الفعل المضارع هل من الممكن ان يكون الفعل المضارع مبنيا الفعل المضارع عزيزي الطالب ممكن ان يبنى ويبنى بحالتين الحاله الاولى عزيزي الطالب لاحظ معي هو حينما تدخل على هذا الفأل نون التوكيد الثقيلة أو الخفيفة، وحينما تدخل على هذا الفأل نون النسوة. يبنى على السكون، الفأل المضارع يبنى على السكون إن اتصلت به نون النسوة. فيكون الفأل في هذه الحالة مبنيًا ولا يكون معربًا، نقول: المدرسات يجتهدن في أداء واجباتهن. لاحظ عزيزي الطالب الفعل المضارع هنا يكون مبنيا على السكون لماذا؟ لاتصاله بنون النسوة أما الحالة الثانية فهو يبنى على الفتح ولاحظ عزيزي الطالب يبنى على الفتح أن اتصلت به نوناء التوكيد الثقيلة والخفيفة أقول والله لا أدرسن ولا أكون من الناجحين لاحظ لا أدرسن ولأكونن من الناجحين هذا الفعل عزيزي الطالب لأدرسن لا لأكونن هذا الفعل هو فعل مضارع مبني الفعل هنا مبني لاتصاله بنون التوكيد الخفيفة في الفعل الأول الثقيلة في الفعل الأول والخفيفة في الفعل الثاني لو حاولنا إجراء مقارنة عزيزي الطالب بين الأفعال بين نون التوكيد الثقيلة والخفيفة وبين نون النسوة ما الفرق بينهما؟ نقول أن الفعل إذا اتصلت به نون النسوة يكون مبنيا على السكون أما إذا اتصلت به نون التوكيد الثقيلة والخفيفة فهو مبني على الفتح نون, التوكيد نون النسوة هي نون مفتوحة وعرابيا تعرب نقول ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل إذا نون النسوة هي تكون في محل رفع فاعل أما نون التوكيد الثقيلة والخفيفة فنقول أن الثقيلة هي نون مشددة لاحظ تكتب بهذه الطريقة أو خفيفة ساكنة كهذه النون التي أمامك. نون التوكيد الثقيلة والخفيفة لا محل لها من الإعراب. الفائدة من وجود النون التوكيد الثقيلة والخفيفة هي توكيد الفعل المضارع. أما نون النسوة فهي لا تفيد التوكيد. إذاً عزيزي الطالب كما ذكرت لك أن اتصال الفعل المضارع بنوني التوكيد الثقيلة والخفيفة تجعله مبنيا على الفتح أما أن اتصلت به نون النسوة فيكون مبنيا على السكون في هذه الحالة عزيز الطالب علينا أن ندخل في موضوع توكيد الفعل المضارع بنون التوكيد الثقيلة والخفيفة كيف يؤكد الفعل بنون التوكيد الخفيفه او ما هي احكام توكيد الفعل المضارع بنوني التوكيد الثقيله والخفيفه احكام توكيد الفعل المضارع عزيز الطالب هي وجوب التوكيد وجواز التوكيد وامتناع التوكيد ان توفرت فيه شروط محدده يكون واجب التوكيد وان توفرت شروط اخرى يكون جائزا وان لم يتوفر شروط الوجوب والجواز امتنع توكيد الفعل المضارع بالنون ناتي الى الحاله الاولى التي هي وجوب توكيد الفعل المضارع نقول يؤكد الفعل المضارع بنوني التوكيد بشروط ما هي هذه الشروط اولا ان وقع في جواب القسم الظاهر او المقدر قسم الظاهر بمعنى اي اسلوب او اي عباره من عبارات القسم تسبق الفعل المضارع سواء كان ظاهرا او مقدرا ثانيا ان كان مثبتا يجب ان يكون هذا الفعل مثبتا ولا يجوز ان يكون منفيا ثالثا يجب ان يدل هذا الفعل على الاستقبال وان دل على الحاضر في هذه الحاله لا يجوز توكيده بنون التوكيد الثقيله والخفيفه رابعا ان لم يفصله عن اللام فاصل اللام التي تقع في جواب القسم يجب ان تتصل بالفعل المضارع اتصالا مباشرا هذه الشروط الأربع يجب أن تتوفر في وقت واحد لاحظ عزيزي الطالب هذا المثال أمامك نقول في النص القرآن الكريم تلاه لأكيدن لا أصنامكم لاحظ معي عزيزي الطالب الفعل لأكيدن لا التاء لو أردنا إعراب هذا النص نقول التاء هي حرف جر للقسم يفيد القسم الله لفظ الجلالة اسم المجرور بحرف الجر والقسم هنا يفيد التوكيد. نقول في الفعل أكيدن هذه اللام هي لام واقعة في جواب القسم في جواب القسم تفيد التوكيد أيضاً. أكيدن فعل مضارع فعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة والنون لا محل لها من الإعراب والفاعل هنا هو ضمير مستتر تقديره أنا. هذا فيما يتعلق اذا توفرت الشروط الاربعه في الفعل وكان الفعل واجب التوكيد بالنون في هذه الحاله لا يجوز ان يكون الفعل غير منون او غير مؤكد بالنون يجب التوكيد بالنون وجود القسم هذا يعتبر هو الشرط الاول لاحظ معي في بعض الحالات يكون القسم مقدرا كما في قول الشاعر هنا يقول الشاعر لاستسهلن لا الصعب او ادرك المنى فمن قادت الامال الا لصابر لاحظ عزيزي الطالب لا استسهلنا وجود هذه اللام يعني ان هناك قسم مقدر فنقول في اعراب هذه اللام نقول انها لام واقعة في جواب قسم مقدر اللام اتصلت بالفعل مباشرة الفعل يدل على المستقبل المعنى ليس هناك ما يدل على الحاضر إضافة لذلك أن الفعل مثبت توفرت هذه الشروط إذا يجب أن يؤكد هذا الفعل بالنون فنقول في هذا الفعل والذي سيكون مبنيا طبعا فعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد والنون لا محل لها من الإعراب والفاعل ضمير مستتر تقديره أنا إذا ننتبه إلى أن النون نون التوكيد الثقيلة والخفيفة لا محل لها من الإعراب تفيد التوكيد نأتي إلى الحالة الأخرى وهو وهي جواز توكيد الفعل المضارع بالنون متى يجوز لنا أن نؤكد الفعل المضارع بالنون؟ يجوز توكيد الفعل المضارع بالنون بحالتين الحالة الأولى عزيز الطالب إذا سبق الفعل بأن الشرطية المدغمة مع ما الزائدة للتوكيد ونعني بها إما إن الشرطية زائدا ما هنا يكون لفظها إما إن سبق الفعل بإما إن مع ما الزائدة في هذه الحالة يجوز لنا توكيد الفعل ويجوز لنا عدم توكيده بالنون لاحظ النص القرآني إما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إما ينزغنك، ما حكم توكيد هذا الفعل بالنون؟ في هذه الحالة نقول إن حكم توكيد هذا الفعل بالنون هو حكم جائز، يجوز أن يؤكد هذا الفعل المضارع بالنون، فيمكننا القول ينزغك، ينزغك بدون التوكيد، ويمكن في غير النص القرآني طبعًا، أو بالإمكان أن نقول إما ينزغنك، لو أردنا إعراب هذا الفعل عزيزي الطالب، نقول ينزغنك. فأل مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة، والنون نون التوكيد لا محل لها من الإعراب، والكاف ضمير متصل مبني في محل نصب مفعولا به. هذا فيما إضافة إلى ذلك نقول إن هذا الفأل ينزغنك هو هو آه يقع في محل جزم فأل الشرط، والنون هنا لا محل لها من الإعراب. إذاً عزيزي الطالب يجب أن تعلم أن شروط التوكيد توكيد الفعل المضارع بنوني التوكيد الثقيلة والخفيفة تعتمد على ما يتوفر في الجملة، ذكرنا لك بأن الأحكام التوكيد هي ثلاث أحكام هي إما أن تكون وجوبا أو جوازا أو لا يجوز أو بمعنى الامتناع، شروط الوجوب عزيزي الطالب قلنا أن الفأل يؤكد الفأل المضارع بنون التوكيد الثقيلة والخفيفة وجوبا إن وقع في جواب قسم ظاهر أو مقدر إن كان مثبتا إن دل على المستقبل إن لم يفصل عن اللام فاصل على أن تجتمع الشروط كلها في جملة واحدة هذا فيما يتعلق بالوجوب ذكرنا أيضا عزيز الطالب الجواز وتناولنا الحالة الأولى من الجواز هي أن الفعل إذا سبق بإن الشرطية المدغمة مع ما زائدة وننتبه إلى الفرق بين إما الشرطية ان الشرطيه زائدا ما وبين اما الشرطيه تلك التي تكون عباره عن مهما يكن من شيء حينما يدمج الاداه مع فعل الشرط ونقول اما اليتيمه فلا اما اليتيمه فلا تقهر اما تلك تختلف عن اما التي ذكرناها هنا اما هنا عباره عن ان الشرطيه زائدا ما ال المد... آه زائدا ما الزائده. آه سيكون لنا دروس اخرى عزيزي الطالب سنتناول فيها جواز توكيد الفعل المضارع بنون التوكيد الثقيله والخفيفه، اضافه الى امتناع توكيد الفعل المضارع بنون التوكيد الثقيله والخفيفه. شكرا لكم اعزائنا الطلبه وشكرا لاصغائكم.